تاريخ العلم الأمريكي. مش معروف بشكل قاطع شكون مصمم العلم الأمريكي، وفي الأغلب أنه عضو الكونغرس فرانسيس هوبكنسون. أول علم رسمي للولايات المتحدة الأمريكية تم الاتفاق عليه عام 1777، وضم 13 شريط أبيض وأحمر و13 نجمة بيضاء موزعة على خلفية زرقاء. يشير اللون الأحمر إلى الشجاعة والبسالة، والأبيض إلى النقاء والبراءة، والأزرق إلى العدالة واليقظة والمثابرة. ويشير الرقم 13 إلى عدد المستعمرات التي أعلن عن اتحادها في إعلان الاستقلال قبل ابتكار العلم بعام واحد. وبإضافة ولايتي فيرمونت وكنتاكي، اصدر قرار تنفيذي بإضافة نجمتين وشريطين للعلم الأمريكي. ولات فكرة زيادة عدد الشرائط بزيادة الولايات فكرة غير عملية، فتم الإبقاء على 13 شريط فقط، وزادت النجوم بزيادة الولايات. ألهم منظر العلم الأمريكي مرفرفا فوق حصن ماكهنري الشاعر فرانسيس سكوت كي، فكتب النشيد الوطني الأمريكي عام 1814. وصل العلم الأمريكي للقطب الشمالي عام 1909، ووصل لسطح القمر في خطوة تاريخية للبشرية عام 1969. تفرض التقاليد أنه يبقى العلم مرفوع من شروق الشمس حتى غروبها، ولا يجب رفعه في حالات الجو العاصف. تم تخصيص يوم 14 جوان يوماً وطنياً للاحتفال بعيد العلم.